إذا نحن اليوم بصدد تحضير الإطلاق واحد الحملة ديال الترافع من أجل إعمال المبادئ والالتزامات ديال المدن المستدامة في مدينة الدار البيضاء. في مرحلة أولى كنا فتحنا واحد النقاش وتشاور ما بين الفعاليات الجمعوية في مختلف المناطق ديال الدار البيضاء حول هاد المدن المستدامة ومدى الملائمة ديالتها للحاجيات ديال الدار البيضاء والنهوض بالسياسات العمومية وبالحكمة العمومية في الدار البيضاء، وأساسا تمكين الدار البيضاء أنها تكون فعلا مدينة دامجة، مدينة ديال العدالة المجالية والاجتماعية. والآن كنحضروا الإطلاق هذه الحملة ديال الترافع اللي غيكونوا فيها جوج ديال المستويات، غيكون واحد الترافع على مستوى المدينة واللي غيكون فيه واحد الفريق اللي كيعد ملفات اللي كتهم المدينة، يعني الدار البيضاء الكبرى والقضايا ديالها الأساسية، وكل ملف كيشتغل عليه وكيبلور فيه مقترحات وكيتصل بالجهة المعنية والمسؤولة باش يترافع عليها حول ديك القضايا ويتابع معها. وغادي تكون فروق ديال الترافع على مستوى المناطق ديال الدار البيضاء، العملات أساسا بثمانية باش هذاك الفريق كيترافع على القضايا المحلية دائما انطلاقا من المبادئ والالتزامات ديال المدن المستدامة. علاش اختارينا هاد يعني المقاربة ديال المدن المستدامة أو الالتزامات ديالها؟ لأن في الحقيقة نسقية كتشمل أولا الإقرار ديال الحق في المدينة والحقوق ديال المواطنات والمواطنين في المدينة، كتشمل المسألة ديال العدالة الاجتماعية والمجالية، كتشمل المسألة ديال الحكامة والشفافية والنزاهة، وكتشمل المشاركة المدنية ديال المجتمع المدني، ثم بطبيعة الحال الاستعمال الراشد والعقلاني للموارد الطبيعية ديال المنطقة في إطار والسياق ديال الاستدامة. سمعتي لي يا سي عبد العلي، واش تشوف ان النظام الاداري تاع وحده المدينه كيساهم كيساعدنا على باش نوصلوا لهاد المدن المستدامه؟ اولا بغيت نشير بان الدار البيضاء العائق الكبير اللي فيها هو ما عندهاش اطار قانوني وتشريعي ومؤسساتي ملائم للمتروبول ديال المغرب، لان الدار البيضاء تسير على مستوى الاطار القانوني والتشريعي والمؤسساتي والتنظيمي بحال اي مدينه اخرى وبحال اي منطقه اخرى. اي الاختصاصات اللي عند المسؤولين في الدار البيضاء هما الاختصاصات اللي عند نفس العامل، نفس رئيس الجامعه اللي في المغرب كامل. هذا العطب الأول، لابد من إقرار إطار تشريعي وقانوني ومؤسساتي خاص بالدار البيضاء وملائم لإمكاناتها وقدرتها وأدوارها لا المحلية ولا الوطنية. المسألة الثانية، هذا ما يسمى أول ما كاينش نظام وحدة المدينة، كاينة جماعة محلية في الدار البيضاء، ارتأى المشرع وارتأت الدولة أن واحد المجموعة المدن وحوالي خمسة ديال المدن لأن حق فيهم العدد ديال السكان أنه دير واحد المجلس على مستوى المدينة ككل وعنده فروع ديالو في المناطق ديال سميتو. وهذه المسألة موضوعيا عندها الآليات باش تشتغل. عاود الإخوة المنتخبين كيغاليو في هذه المسألة هذه، كيغاليو فيها. أولا هذا نظام داروه السياسيين هما اللي صوتوا عليه هما اللي ترشحوا فيه هما اللي تحملوا فيه المسؤولية، ما يمكنش دابا كمواطن يجيو يتكلموا معنا فيه، نكون واضح. أنا بعدا في المسألة الثانية، لا هذا النظام فيه آليات ديال التعاون، لأنه أعضاء مجالس المقاطعات راهما جلهم أعضاء مجلس المدينة، راهما اللي كيقرروا في مجلس المدينة، وخاصة أعضاء المكاتب والرؤساء بالخصوص هما أعضاء مجلس المدينة. إذا هما ما عندهمش الثنائية، ما عندهمش هما كما هما اللي كيقرروا على مستوى المقاطعة هما اللي كيقرروا على اليوم عندنا أغلبية واحدة تقريبا عموما اللي كاينه في مجلس المدينه وفي مجلس الجهه اللي كاينه في المقاطعات، اذا كاينه اغلبيه سياسيه اللي عندها نفس البرنامج. فكنعطي هذه الادله باش نقول للاخوان ديالنا في المقاطعات لا، هذا العذر غير كافي باش انه يشرح لنا عدم القدره ديالهم وعدم توفر الاراده الكافيه ديالهم انهم يعطيو مكانه في التخطيط ديال مجلس المدينه للمناطق ديالهم. نكونوا واضحين، هذا هو اللي نكون واضح. فهذا بغض النظر على هذا النظام يتراجع وكذا، اما المغرب الدار البيضاء ما فيهاش وحده المدينه، كاين مجلس واحد هو اللي كاين جماعه حضريه بنفس الاختصاصات اللي عند الجماعات في المغرب كامل، من غير هاد المساله ديال الفروع ديالها اليوم ما ثبت فروع ديالها اليوم مجالس مقاطعه. ودليل على ذلك انه كاينين المقاطعات في الولايات السابقه اشتغلوا جيدا ومكنوا انهم يعزوا الموقع ديال المقاطعه ديالتهم في التخطيط وفي البرمجه وفي الميزانيه ديال المجلس الجماعي ديال الدار البيضاء.